السلام عليكم، أنا المانجر ديال المغنية المغربية هند شرايبي الغنية عن التعريف. من البدايات ديالها كنت في جنبها ومكلفة بكل صغيرة وكبيرة في حياتها، كندير الأعمال ديالها وحياتها الشخصية حتى هي. طبيعة العمل ديالي صعيبة بزاف، ولكن خاصك تكون جاهز على مدار الساعة. ما عندكش خصوصيات ولا أولويات، كل همي هو إدارة حياة هند المهنية كجلب الصفقات وتنظيم الحفلات، وهذا الشيء ديما كيخصو أنك تختلط بالناس المناسبين اللي في هذا المجال. أما بالنسبة لحياتها الشخصية فأنا كنحاول نخليها ما تأثرش على المسيرة ديالها، وتكون شيء إيجابي اللي يخليها ديما تحت الأضواء، خاصة أنها على علاقة بالشخص اللي معروف وعنده مكانة في عالم الأعمال وغني عن التعريف. رغم أنني عمري ما تلاقيت به شخصياً، كنشوفه غير في الصور ديالو هو وهند في المجلات والسوشيال ميديا، ديما مخنزر وحاس براسو، ما عرفتش ايش عاجبها فيه. واللي مسكتني هو ان علاقتهم زادتها شهرة، والفانز عاجبهم هاد الكوبل بزاف حيت هما اشهر ثنائي في المغرب. تليفوني كيسوني، اجبدته وقلت غير تهدن وكون هاني 30 دقيقة تكون الفنانة حاضرة، غير سمحوا لينا على هالتعطيلة، ماشي من عادتنا. دخلت للسويت ومشيت نيشان الحمام، قلت هند عندنا 30 دقيقة خاصك تكوني لتحت في القاعة، ايش داك تشربي لهاد الدرجة؟ شنو غادي نديرو مع الصحفيين اللي كيتسناو؟ قالت هند سكتي باركة، شحال كترت فيك الهضرة. اي راسي دارني، تحركي جيبي لي شي كاس القهوة كحلة، قالت ليك الصحافة. اصلا بلا بيا الحفله ما كتسوى والو، بزز عليهم يتسناوني. اخ راسي، قلت واخا غير وقفي وغسلي وجهك بعدا وقادي هاد الحاله. وقفتها وبديت كنعاونها تغسل وجهها، خليتها كتمسح بالفوطه، ومشيت جبت ليها كاس القهوه باش تصحصح، وسرحت ليها حويجها فوق السرير. قلت ليها الحفل على شرفك، كيف ندخلو غادي يجيو الصحفيين عندك، ما تجاوبيش على الأسئلة ديالهم وخليكي مبتسمة، را الكاميرات ديما خدامين. وغادة تلاقي بجوج ديال لي سبونسور باغين يسنيو معاك، رفضيهم بأدب بحجة حنا دابا في حفل دايره شركة سويفت، وجات عيب الهضرة في داكشي دابا. هند قالت وصافي طيبتي لي راسي بهاد الكاسيطة المجروحة عندك، اجي فين تليفوني؟ ما صوناش ما سولش فيا. قلت ليها ها هو عندي، صونات ماماك وقلت ليها ما مسالياش، وعاد هذاك الممثل ديما مصدعني بغى النمره ديالك. هند ضحكات وقالت انا نخلي الزين والفلوس ونتبع هذاك المكحط. شحال لصقه ما بغاش يفهم انا بزاف عليه. قلت هند هانتي نزلي في لاسانسور مع البوديغارد، انا غدا نتبعك للقاعه. قالت ما عرفتش مالك عزيز عليك العذاب، مخليه لاسانسور وغادا تنزلي في الدروج من ليطاج 12، اشنو اللي كيخلع فيه؟ قلت ليها راكي عارفاني عندي فوبيا من الاماكن المغلقه، ديجا شرحت ليك دابا ما كاينش الوقت، يلا سيري. وقفت وحضيتها حتى ركبات، ووصيت الولد اللي معاها باش ما يحيدش عينيه عليها، ونزلت كنجري في الدروج باش ما نتعطلش. اخيرا وصلت كنهج غادة، كنجري لقيتها مدابزة مع السيرفر باش يزيدها كاس اخر ديال الشراب، شافتني وهي تقول اها هي جات عاود تاني مفسدة اللحظات، مالكي ديما مسلطة عليا. قلت ليها هند بارك عليك من داكشي، راه خاصكي تلقي كلمة قدام الناس، ملي نساليو انا نجيب ليك هادشي حتى لعندك، يلا ندخلو غيكونوا كيسولوا عليك. دخلنا للقاعة، هند قدامي غادا وكتمختر، وانا تليفوني مسكتش من المكالمات، الصحافه كيتخاطفوا عليها وهي هازاني في هالسما وكتبوز عليهم، وهي هازاني في هالسما وكتبوز عليهم. خليتها 5 ديال الدقائق ومن بعد جريتها باش تمشي تتعرف على الناس المدعوين. دازت الحفله ولقات هند الكلمه ديالها اللي كنت كنفتي عليها من خلال واحد السماعه عطيتها ليها. جاني اتصال من عند السكرتير ديال مدير شركة سويفت، قلت الو مناجر الفنانة هند الشرايبي شكون معايا؟ قال لي السكرتير
غير أنا الزين. قلت أوف إيش نو تاني؟ هند راه عندها شوتين، بغيتي تغبرها عود تاني شي سيمانة. قال السكرتير البوس بغاها واجي عندي حتى انتي باش ما تمليش الحبيبة. قلت احترم راسك، شوف غتصيفط ليها السيارة من هنا العشرة دقائق، وغدا بغيتها تكون عندي فلوطي، قول هل هذاك البوس ديالك يخلينا نخدمه من نهار الخطوبة ديالهم وهو معرقل لينا الشغل. السكرتير قال يسمعك يقطع ليك لودينات الزوينة، راكي عارفة الناس باغين يشوفوا تصاورهم مع بعض، راحتها هذه خدمة خاصها تحافظ على الصورة ديالها قدام جمهورها، السيارة راها ديجا كتسنى، إوا شرفينا معاها شي مرة. قلت مالي ملاقية جرية يقطع لودينات ولا رجيلات، هاديك الهضرة كلها انت وياه، كون ما كانش هاد الشي في مصلحتها ما نصيفتهاش ليكو، غدا الصباح تكون هنا سمعتي؟ قال السكرتير كوني هانية الزين. إوا قطعت عليه وقلت بقيتي لي غير انت نجمع معاك. إيخ على قنس مشيت عند هند وقلت لها باللي مدير سويفت بغاها. قالت واو صيفط لي الطوموبيل حتى لهنا، وانا اللي كنت كنقول انساني. مشات ركبات ومشات وطلعت انا للسويت، وفي الدروج كالعاده قهروني عليها اللي كليتها ما كتبانش عليا. دخلت وجمعت حوايجها ودرت شي اتصالات مهمين ودخلت الحمام، استرخيت وكنفكر في نهاري كيف داز والخدمه اللي مازال تابعاني غدا. دوشت ولبست وصونيت لصاحبتي رجاء وهي تقول لي عاد مفكراني. قلت ليها يالله ساليت كون شفتي تمارة اللي دايزة عليا تعذريني. قالت الله يعطينا تمارتك، شكون بحالك تساري مع المشاهير؟ قلت اجي انتي تساري مع هند، شيباتني اختي مقابلة غير هذاك الخطيب المنحوس، من نهار بان ما بقيت خدمت في خاطري. رجاء قالت واش كتشوفي ولا ندير لختي نضادر وبالسيف ما تقابلو، انا في بلاصتها نبقى جالسه حداه اش بغات بشي غنى. وكانت هند مع ادم في مطعم، قالت مطعم زوين حبيبي شكرا على الخريجه كنت محتاجاها. ادم هز فيها عينه وضحك بطرف شفاف ورجع اهتمامه للتليفون اللي في ايديه. شويه جه اتصال وجاوب، قال اوكي خمس دقائق وبغيت ناخد راحتي. قطع المكالمة وحط التلفون وهز فيها عينيه بابتسامة حنينة على وجهه وشد إيدها كي داعف فيها، وفي الجهة المقابلة كانوا مصورين كي التقطوا صور. هند تفاجأت بالحركة اللي دار وهزت إيدها الثانية وزيرت على إيديه وما زال على محياها نفس الابتسامة. شوية آدم واصلوا ميساج وتبدلوا ملامحه، رجعت هذيك النظرة اللامبالية والملل باين على وجهه. قالت له هند كانوا كيصورونا ياك؟ ما جاوبهاش وهي تقول له حشوم عليك هادشي اللي كدير فيا، شنو ذنبي انا اللي بغيتك؟ واش كلشي عندك خدمه ومظاهر؟ انا شنو ناقصني؟ وبدات كتمثل لبكا. قال ليها ادم صافي ساليتي المسرحيه ديالك ونوضي راه ما مساليش لهاد التفاهات. قالت هند في خاطرها غدا نخليك تبغيني بزز منك وليام توريك آدم. ناضت من بلاصتها بالنفخة وخنزر فيها وتكمشات، تحرك آدم لجهة الباب فاتها وتبعاته حتى قرب الباب ووقف كيتسناها حتى وصلت عليه وشد فيها ورسم ابتسامة على وجهه وجرها وخرجوا والفلاش ديال الكاميرات كيدرو فيهم. ركبوا في الطوموبيل وتحركات بيهم، شوية توقفت السيارة على الحركة وتفتح الباب من جهة هند وهزات عينيها في آدم بتساؤل. قالت كيفاش غنزل بوحدي؟ ما جاوبهاش وهي تقول له على الأقل اديني معاك، دابا شنو غيقولوا عليا الناس والمصورين اللي غيصوروني؟ آدم معاك كنهضر جاوبني. آدم تلفت ليها بعصبية وشد إيدها وغوت وقال صوتك ما يترفعش سمعتيني ولا غادي تشوفي وجهي الآخر، دابا نزلي في حالك وملي نبغيك غنعيط عليك، المصورين ممنوعين هنا. دفعها وسد الباب وقال للشيفور ديالو يتحرك.
وهي تقول: أوف، كنت ناوية ندوز معك الليلة، ولكن ماشي مشكل، أيام الله طويلة، وتجيني السي آدم الإدريسي. هزات رأسها ومشات جهة مكتب الاستقبال ديال الأوتيل، معفرة وهازة خنافرها للسما. عند بالها هي أحسن من كل شي، وكل شي خاصو يخدمها. وصلوها للسويت ديالها ودخلات وتعشات ونحسات. وبعد أسبوع شغلت إسراء مع حفلات هند ولقاءاتها الصحفية والعروض اللي ما كتسالاش. واليوم الحد خداته هند إجازة ترتاح باش تبدأ أسبوعها الآخر وهي مرتاحة. استغلت إسراء الفرصة وفاقت بكري وجدات راسها باش تمشي لصالة سبور، حيت مدة هادي باش غفلات على اللياقة ديالها بحكم الخدمة. لبسات ونزلات ووصلها الشيفور ديال هند حتى الباب النادي الرياضي. جمعات شعرها واختارت تبدأ بالتابي غولون. اختارت السرعة اللي مولفة عليها ودارت سماعات في ودنيها وبقات ساهية كتصنط وغافلة على العالم اللي داير بيها. حتى حسيت بشي ايد تحطات على كتفها. دارت بسرعة وحيدات السماعات وهي تقول لها البنت: سمحي لي خلعتك. إسراء بقات كتشوف فيها وكتسولها شنو بغات غير بعينيها. قالت ليها البنت: بغيت غير نقول لك إلا كملتي خلي لي هاد الطابي عافاك، ما تحطيه لحتى وحدة. قالت ليها إسراء: على الزعمة ها هما لي طابي خاوين. البنت قالت ليها: الصراحة بغيت نتقابل مع هذاك التيتيز، شوفي البنات كاملين حاضرينه وهذا الطابي جا أنفاس معاه غير رد لي البال. إسراء تلفتات تشوف وبان ليها آدم مشغول وعاقد حجبانه كيهز في الأثقال وما كاينش في هاد العالم. وهي تقول في خاطرها: أوف، فين ما مشيت خارج ليا من جنب هاد خونا. تلفتات عند البنت وهي تقول: عموما أنا ساليت هنا. هزات قرعة هاد الماء وتوجهات للآلات الأخرين. البنت بقات كترطم الفرحة وبقيت هند كتريني من آلة لآلة حتى سالات وتوجهات نحو الاستقبال باش تاخد سارود الخزانة الملابس ديالها. عطاته لها البنت المكلفة تما ومشات. تلقات شعرها واتجهات باش تحل الخزانة ديالها. ما بغاش يدور لها السارود وبقت كتحل شحال بدون نتيجة ورجعات جهة الاستقبال تستفسرهم. قربات وسمعت الصداع، واحد الشخص كيغوت على البنت المكلفة تما. مشات ولقات آدم دمه فاير والبنت خايفة وكتقفقف منه. وقفت حداه وشافوها وسكتوا. وهي تقول: هاد الساروت ما خدامش ليا، يمكن ماشي ديالي. البنت بالزربة خدات من عندها الساروت وقالت: اسمحوا لينا سوارت ديالكم تبدلوا، ها هو ديالك أنيسة. إسراء أخدت الساروت وبتسمت ليها ومشات. آدم تار انتباه والهدوء ديال إسراء وبقى متبع ليها العين حتى ما بقاتش كتبان. تلفت وانطار الساروت من عند البنت بعصبية ومشى حتى هو يبدل عليه. خرجت إسراء من الجيم ومشات ديريكت للدار باش تشوف ماماها وباباها اللي شحال هادي ما شافتهم. وفي العشية تلاقيت برجاء وهشام للأصدقاء ديالي وبقينا مقصرين شحال وكل واحد مشى في حاله. ومشيت ديريكت للأوتيل باش نرتاح حيت غدا تاني غادي يبدأ أسبوع جديد والخدمة ما غاداش تسالي. هند عندها البروغرام عامر وأنا ما غاداش نلقى حتى الوقت فاش نحك راسي. فقت صباح مع ستة ومشيت للسويت عند هند. خدمت المنبه وخليته يصوني لهند عند راسها وجلس كنتسنى فيها تفيق. هند صدحها صوت المنبه وأشعة الشمس اللي مقابلة معاها وهي تبدأ تغوط. وخليني نعس، شكون مسلطك عليا؟ قلت ليها: من هنا لساعة خاصك تكوني في الاستوديو، عندك شوتينج ديال ألبوم جديد، ومع 12 خاصك تمشي تسجلي آخر أغنية، وفي العشية خاصك تحضري الحفل الخيري. هند قالت: تاني هاد الحفلات الخيرية ما بغاوش يساليو. أوف، حنا نخدمو على الفلوس ويجي مكحط يتنعم بها. قلت ليها: انتي عارفة هاد الحفل مديور على قبل دار الأيتام اللي تفتح بشراكة مع شركة سويفت. هند خرجت عينيها بالفرحة وقالت: آه إيوا قوليها من الصباح. إلا كان هكا ماشي مشكل، نستحملها دوك لبعالك على قبل حبيبي. أنا داخل الحمام وجدي لي القهوة ديالي. دخلت هي الحمام
وأنا مشيت كنوجد لها القهوة، وفي نفس الوقت كنراجع الإيميلات اللي وصلتني. قلت واو، مجلة فوق العربية أبغوا انترفيو مع الكوبل. واو، إلا مشات حتى دارت انترفيو معهم غتضمن بلاصتها في المجال الفني وغدير بوم. خرجات هند كتعوج ومدات إيدها، أعطيتها القهوة وأنا نقول عندي ليك خبر بملايين. هزات عينيها فيا وخرجاتهم وقالت عيط آدم بغاني أش قال ليك. قلت في خاطري يا ربي على مونتيف، عقلها ديما مع هذاك خونا. قلت ليها لا، ولكن شي حاجة أحسن، مجلة فوق العربية بغاو يديروا معاكم بجوج انترفيو وغيخصوا لكم نصف العدد الجاي. عرفتي هادشي اش كيعني؟ صافي غدا تكتسحي المجال الفني وحتى فنانة أخرى ما غتلحق تاخد بلاستك. هند قالت المهم غنكون أنا وياه ياكي. إياي ضروري غدا تكون جلسة تصوير. عرفتي يا إسراء إلا تقدى هادشي والله حتى نتهلا فيك. قلت في خاطري تهلاي فيا هي إلا خدمتي هداك الراس شوية. وأنا نقول لها دابا نوضي لبسي باش نمشي، الميكاب حتى الاستوديو غدا ديريه. لبسات ومشينا الاستوديو، بقات كتلبس وتصور حتى وصلت لحداش. صيفت على الغداء وجابوه ليا وتغدينا غير في الطوموبيل حيت كان خاصنا نمشيو باش تسجل الأغنية، وداكشي اللي كان. وهكاك دازت العشية كتسجل ومدابزة مع المنتج ديالها. صيفت نسخة من الإيميل اللي وصلني المساعد الشخصي ديال مسيو الإدريسي، وشفت الساعة لقيتها 6 وقلت هند خاصنا نمشي، خبيرة التجميل كتسنى في الوطيل. قالت هند أوكي، وهو يقول المنتج واخا أنا غنصيفط لك نسخة من بعد غتكسري الدنيا كيف العادة. وهي تقول هند معلوم هند وأجرك على الله، يلا باي. خرجنا وركبنا في السيارة باتجاه الوطيل، وصلنا ولقينا خبيرة التجميل كتسنى. دخلت هند تدير دوش خفيف وأنا بقيت كندير شي اتصالات. خرجت هند من الحمام وجلست كدير الميكاب، شوية صونات ليا نمرة ما خافياش عليا. خرجت وجاوبت وقلت نعم، وهو يقول لي المساعد الشخصي ديال آدم واللي تحافظ نمرتي ياك ما كانت الحبيبة ديالي كتسنى نعيط لها. قلت لي اجمع فمك من هاد الهدرة، وهو يقول هاي هاي ما سهلاش مع راسك. قلت لي خلينا في المهم، وهو يقول وخلالة مسيو آدم رافض الانترفيو. غوت عليه وقلت له كيفاش وعلاش رافض بالسلامة، وهو يقول مش شوية صمكتيني، هو ما عندوش مع هاد المقابلات الحصرية وكيفضل حياته الشخصية ما تزيدش تعرض كتر للعامة. قلت له دابا عاد ولات هامة حياته الشخصية، شوف الانترفيو غديروها يعني غديروها، ما يمكنش لينا نضيعوا فرصة بحال هادي. عرفتي شكون فوق؟ اوف حتى انا على من كان حاجي تلاح وقطعت عليه. لا ما يمكنش نخليه يضيع علينا هاد الفرصة من اللي بدينا وحنا كنتسناو هاد النهار، وفي الاخر يجي يقول لك ببساطه رفض مستحيل. رجعت دخلت للسويت مع الصبا، وهي تقول لي هند على من كتغوتي تاني ياك لاباس. قلت ليها لا والو باس، غير سي الخطيب ديالك رفض يدير الانترفيو معاك. قالت كيفاش؟ لا ما يمكنش هكا غيضيعوا مخططاتي. لا ما يمكنش خاصك تلقاي شي حل ضروري، أري بعد التليفون لهنا. أعطيته ليها ودوزات رقم آدم الشخصي ولكن ما جاوبهاش. قالت علاش عاطيني هاد النمرة من اللي ديما ما كيجاوبش. قلت ليها ضروري خاص نقنعوه بأي طريقة. قالت هند شوفي أنا غنمشي للحفل وانتي غطيري لعندو الشركة راكي تعطل فيها، قنعيه ولا رغبيه دبري، المهم اللي نعرف هو هاد الفرصة ما تضيعش ليا. قلت في خاطري نرغبو داك الشي اللي بقى ليا. اوف وانا نقول هضري معاه انتي اللي خطيبته، وهي تقول هند ما شفتيهش ما جاوبنيش واصلا ديما معصب عليا، انتي اللي غتقضي الغراض. قلت ليها اوكي انا غنوصي عليك البادي جارد
وبليز بعدي من الشراب حتى يسالي الحفل وتفاداي الفنانات الاخرين، غادي يلوحوا ليك شي كلمات يسموك وانتي غتنوضي تنادفي ليا معاهم. قالت وبارك من قير وسيري فهمنا. قلت ليها اوكي انا مشيت. هزيت ساكي ووصيت الباديغارد باش ما يغفلش عليها ويوصل ليا اي حاجه وقعات، ونزلت طايره في الدروج. لقيت الشيفور لتحت وطلبت منه يوصلني وعطيته العنوان. 10 دقائق ولقيت راسي قدام مبنى شركة سويفت. كانت 7 د العشية والموظفين الأغلبية غيكونوا خرجوا. نهدت ومشيت لاستقبال وقلت ليهم بغيت نشوف مسيو الإدريسي والموضوع طارئ. سنيت شوية ومن بعد قالوا لي بإمكاني نطلع عندو المكتب. لقيت المساعد الشخصي ديالو كيتسناني نوصل. أهلا أهلا شرفتينا، واش لسونسور خاسر؟ مالكي طالعة في الدروج؟ أنا مازال كنهج وسخفانة وقلت له كاس دلمة. مشى جابوا لي وشربته كامل دقة واحدة، واسترجعت الحيوية ديالي وخنزرت فيه وقلت له ممكن ندخل عنده؟ قال لي أها راني علمته باللي المناجر ديال هند جاية، ولكن خليته كيهدر ومشيت. دقيت في الباب ودخلت، لقيته جالس في المكتب دياله وعاطيني بالظهر كيبان ضخم بالسيف ما تخاف منه هند. تقدمت عنده وقلت مسيو الإدريسي كنظن متوقع حضوري. آدم كان كيهضر وعينيه في الطابلات وما زال عاطيني بالظهر. قال أها أش حب الخاطر؟ قلت لي جيت باش نناقشوا موضوع الانترفيو مع مجلة فوق العربية. آدم قال قراري قلته والموضوع ما عندنا ما نناقشوا فيه، يمكن لك تفضلي. وانا نقول له اولا مسيو الادريسي الموضوع كيخص الطرفين وما عندكش الحق ترفض بدون ما توضح السبب او تقرر بوحدك بدون نقاش. ثانيا من الاداب ملي كنبغيو نهضروا مع شي حد كنشوفوا ليه في وجهه ما كنعطيوهش بالظهر. ادم حط الطابلات من ايده وهز عينيه، ابتسم ابتسامه ساخره وتلفت عندي بالزربه وركز عينيه عليا. بقيت كنشوف فيه حتى انا بتحدي